بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة في معرض غصن الزيتون حلقة مختلفة خالص وحلقة جديدة خالص، لان احنا النهاردة بنسلم احد عملائنا الكرام عربية بلس، وللأسف ان دي اخر عربية بلس موجودة في السوق. فهنتعرف على الاستاذ ونعرف هو منين ونعرف كل التفاصيل من الاستاذ. نتعرف بحضرتك. ابراهيم سعيد من اسكندرية. منين حضرتك؟ من العوايد من اسكندرية. احسن ناس يا عم. الله يكرمك. احسن ناس. الله يكرمك. حضرتك شرفتنا النهاردة في معرض غصن الزيتون. حضرتك كنت بتدور على عربية ايه؟ حضرتك احنا كنت بدور على العربيه ديت بالتحديد، ما لقيتهاش في اسكندريه، وجيت سمعت على النت عرفت ان هي موجوده عند غصن الزيتون، فجيت من اسكندريه عشان اخدها. حبيبي يا عم ابراهيم احسن ناس. الله. طب انت دلوقتي ايه انطباعك عن المعرض، وايه انطباعك اول ما جيت؟ والله احنا انا كنت جاي على اساس ان هو مكان صغير، كنت قلقان منه، فلما جيت بسم الله ما شاء الله مكان كبير وناس محترمه، ف ده انت اول ما جيت بامان لما جيت كده قلت لي ايه؟ انا جاي دكان. جاي دكان. جاي دكان. ايه لقيت معرض وناس محترمه الله يبارك لك، ناس كويسه يعني، وحتى حسينا بالامان لما جينا يعني. الله يبارك لك يا حاج. انت النهارده يعني من اخر الناس اللي هي هتستلم السوزوكي بلس دي، يعتبر في مصر كلها ان شاء الله، تبقى فتحة خير علينا وتبقى بالتوفيق ان شاء الله. طيب انت تنصح عملائنا الكرام ايه؟ تنصح الناس بيشوفونا على النت تقول لهم ايه؟ والله انت ليك عندي النصيحه. من هنا لحد اسكندريه. من هنا انا هجيب لك ناس من اسكندريه تشتري عندكم بامانه، ان انا شفت هنا يعني التعامل الناس مع ناس محترمه، مش ناس اي كلام، وليك عليا ان انا هجيب لك كل، مش هقول لك كل اسبوع، كفايه كل شهر اجيب لك زبون. حبيبي يا عم ابراهيم، وربنا يوسع عليك ويا عم كرامكم، ربنا يستر عليك. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا. مع السلامه.